السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بنشو جميل ومميز، اشتغلناه مع بعض خطوة بخطوة، شايفين شكله رائع جدا جدا، حتى البنات الجامعة شكله في منتهى الجمال والشياكة، واشتغلناه بخيط سميك. في ناس كتير بتسأل على استخدامات الخيط السميك، فالبنشو ده هيبقى حلو قوي، تفاصيله جميلة وشكله مميز جدا جدا. اشتغلناه على القناة، شايفين انت بتحددي عدد الادوار اللي انت بتشتغليها على حسب الطول اللي انت عايزاه. شايفين الوحدات طلع شكلها جميل ازاي، بتعتمد على التزايد وبعدين الكلاستر في التناقص، فبيديني الشكل الجميل ده، وانت بتختاروا عدد الادوار بتاعتكم. شايفين كمان الخيط ديجرادي، فبيديني تدريجات الالوان، شكلها الامبر باتك، شكله في منتهى الشياكة والجمال.